النور، صباح الفل الناس الكل، مرحبا بكم في مشاهدة عدد جديد. نهارنا ثاني الأسبوع هذايا، اليوم 3/27 أكتوبر 2020، لقاء جديد يجمعنا ديما على الوطنية الأولى. وكالعادة باش نهزوكم المجموعة من الأخبار اللي تهم الشأن العام أكيد، ومجال الصحي في متابعة دائمة وأبدا للإجراءات، مختلف الإجراءات الوقائية لمجابهة مجهودات الدولة في خصوص الكورونا، فيروس الكورونا. نحكيو في هذايا وفي أكثر من هذا بعد شوية. كيف باش نحكيو أيضا في شهر أكتوبر المعروف أنه شهر التقصي من عافانا وعافاكم الله سرطان الثدي، أكتوبر الوردي. اليوم باش نحتفي به مع الدكتور والجراح غازي جربي، باش يكون حاضر معنا حتى نحكيو على تظاهرة رياضية صحية، نحكيو على ماراثون نوران بعد شوية. هذا وأكثر من هوني حتى النص نهار، تقعدوا معنا ساعتين من زمان إن شاء الله تحصل فيهم الإفادة والتوعية. باش نقول صباح الخير وصباح النور المحرز، ومعك محرز بعد شوية باش نستبشر بالغيث النافع اليوم. صباح النور. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك ناس، مرحبا بكل الناس اللي يرافقونا كل صباح من خلال شاشه القناه الوطنيه الاولى. ان شاء الله يكون غيث نافع وما تصب تنفع، هذا اللي يقولوا جدودنا، وحنا نتمنوا ديما الامطار تكون موجوده من الشمال للجنوب. طيب هذا اللي باش نعرفوه، وين صبت الامطار؟ اني هي الجهات اللي كانت معنيه اكثر بنزول الغيث النافع بعد شويه. صباح الخير الثانيه باش نقولها للشيف، الشيف اللي يحب يحتفي بالمولد النبوي الشريف، الذكرى عزيزه على قلوبنا. صباح الخير شيف. صباح النور ايناس، صباح النور الناس كل. ريحه المولد بدات تفوح، مولد الرسول عليه الصلاه والسلام، واحنا مش نحتفلوا به بالطريقه نتاعنا. كانوا الناس قبل يعملوا معناتها العصيده نتاع يعني سميد، حضروا عصيده السميد يعني، ولاو يعملوا عصيده الفارينه، وتو الامور تطورت والناس معناتها ولاو يعملوا عصيده الزقوق. وما ادراك ما عصيده الزقوق، اللي الناس الكل شغلها الشاغل في الفتره هذه هي تحضير عصيده الزقوق والتكاليف نتاعها، وخاصه الباهظة نتاع الزقوق. على كل حال اللي في مقداره باش يعمل شويه عصيده نتاع الزقوق ينجم ياخذ حتى نصيفر طل يعملوا، سينو يعمل عصيده نتاع فارينه، عصيده العاده والسنه اللي كانوا يعملوها جدودنا قبل. على كل حال بالنسبه للمكونات نتاع العصيده نتاع الزقوق نتاعنا، مش ناخذوا تقريبا رطل الزقوق مش ناخذوا 300 غرام فارينه، 250 غرام سكر حسب معناتها الرغبه، ويترتين ماء. بالنسبه للفاكهه كل قدير وقدر، وكل حد. احنا بالنسبه لي انا اليوم حضرت شويه لوز، شويه زوز، شويه بندق، شويه درجي، معناتها كل قدير وقدر، واحنا مش مربوطين تحط حتى شويه لوز. بالنسبه لي يعني مش نعمل كريمه بيسك معناتها التكاليف باهظه، ونحاولوا نقصوا شويه من السكريات، وخاصه الناس معناتها فما معناتها الكبار الكل عندهم ديابيتيك كل شيء، مش نزينها ديريكت ما بالفاكهه، معناتها مش نحط نطيب العصيده نتاعي ونحط عليها الفاكهه ديريكت، مش نعمل كريمه. اللي يحب يحط شويه نستلي هذاك حسب الرغبه، اللي ما يحبش ما يحطش، خاطر فما يقول لك لا راهو النسلي غير النكهه نتاع الزقوق، اما حسب رايي معناتها هي تعطي نكهه خاصه. اذا مش يعمل كميه قليله نجم يحط نسلي، اذا مش يعمل كميه كبيره معناتها مش يقعد ياكلها كما نقولوا احنا على مده اسبوع ما يحطش الحليب. على كل حال الكريمه نتاعنا اذا مش نطيبوا العصيده ما نزينوهاش بالكريمه، واذا مش نزينوها بالكريمه نحطوا لها شويه سكر باش تقعد في الايطاء انيسيال نتاعها، وما تعملش هيك الجلده الفوقانيه، يقولوا احنا رشوا عليها شويه سكر باش ما تجلدش، وقت اللي نحبوا ناكلوها نزينوها بالكريمه ونزينوها بالفاكهه، والا نزينوها بالفاكهه كما نحبوا نحن. هذه بالنسبه لل يعني للدباره نتاعنا اليوم، وان شاء الله نهاركم زين. ريحة المولد تفوح بحضنا لهنا، عصيدة الزقوق بنينة برشا ونحبوها رغم غلاء الأسعار نتاع الصنوبر الحلبي، ولكن الحقيقة فما برشا حنين زادة محرز للعصيدة العربي نتاعنا بالفارينة، ماهيش مكلفة وصحية وبنينة زادة. ربي يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، أهم حاجة يكون الإنسان يتذكر الرمزية نتاع المناسبة هذه، والأمور الأخرى كلها ديزانكس كلها ثانوية. باهي سيدي، خلينا نعرفوا وين الأمطار هذه شملت أنا جهات. نعرف اللي الحقيقة عندي برشا أصحاب وأصدقاء في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية، من البارح لليوم يقولوا لي عنا ما شاء الله من الأمطار. صحيح، احنا كما حكينا البارح كنا معنيين بتغييرات ليلا وصول التسربات الهوائيه البارده اللي انجر عليها الانخفاض الكبير في درجات الحراره. تقريبا هذا ابرز ما لاحظوه الناس الكل ملي خرجوا صباح، وما قاعدين يحسوا في اجواء بارده مغايره ممكن لدرجات الحراره اللي كانت في مستويات مقبوله وتجاوزت 25 درجه في اغلب مناطق بلادنا. والحاجه اللي احنا ديما نثمنوها وديما نفرحوا بها هي بشائر الغيث النافع. الامطار البارح تقريبا بدات في مناطق الشمال وايضا في الوسط الغربي، ديما ناكدوا على خصوصيه تفاوت في كميه الامطار حتى في المعتبر
التمديات اللي تتبع نفس الولايه، والبارح تقريبا على كميات كانت تبرق من ولايه جندوبه 17 ملم، امتار وسط 10 ملمترات في نفزه من ولايه باجا، على كميه في بنزرت كانت 8 في تينجا، في منزل بورقيبه كميه دون ال 5 ملمترات في اقليم تونس الكبرى، بالنسبه لولايه الكهف سليانه وحتى زغوان كانت فيها الامتار عموما محليه كيف كيف في جهه وطن القبلي ما فاتتش المليمترين. ومع انطلاقه النهار نشاط الخلايا الرعديه تواصل بدرجه اولى في ولايه الشمال، وممكن المحور اللي يهم التقلبات الجويه اللي بدات في مناطق الوسط الغربي هي تنقلت تدريجيا شرقا، هذاك علاش منذ انطلاقه النهار واحنا قاعدين نسجلوا في نشاط الخلايا الرعديه المرفوقه بالبراد في عدد من الولايات الشرقيه على غرار سيدي بوزيد القيروان جهه الساحل. والحاجه ناكدوها هو تواصل الاضطرابات الجويه اليوم ان شاء الله اليوم معنيين بتواصل كميات الامطار هذه، كمية أمطار نسبيا مقبولة احنا نثمنوها، ما نساوش اللي كنا معنيين بنقص كبير لأيامات القليلة الفارطة، حتى كان باش تنزل الأمطار فنظرا للجفاف نسبيا الأرض باش تكون عندها قابلية كبيرة كونه تستوعب الأمطار، ما فماش كميات كبيرة. ديما نأكدوا اللي قلق شوية هو كونه اللي تزامن مع نشاط سحب رعدية هو هبات الرياح القوية وأيضا تساقط تبروري في أماكن محدودة، واليوم اللي طالب منه نصيب من اليقظة هو الانخفاض الكبير في درجة الحرارة، هذه أكثر حاجة احنا نبهنا عليها البارح كونه اتفاق ما يغلطناش. اليوم تقريبا درجة الحرارة تراجع الى ما دون 20 درجه في العديد من الولايات الشمال وايضا حتى الوسط الغربي، واليوم نتوقع يكون حرارة قصوى باش تنخفض المستوى 16 درجه في الكيف، قد نسجلوا 17 في سليانه 17 عفوا في باجه 18 في سليانه في جندوبه في زغوان تونس العاصمه 21 درجه 19 في زيت وطن القبلي وايضا 20 في بنزرت في مناطق الوسط نتوقع تزيد 17 كحراره قصوى في القاسرين 20 في سيدي بوزيد 21 بالمهديه بالمنستير 22 في سوسه وايضا في القيروان وفي مناطق الجنوب تقريبا في نفس المستوى حراره قصوى باش تتراجع على المستوى 20 في تطاوين 21 في صفاقس في جابس في مدنين 22 قد نسجلوها اليوم في قفصة في قبلي 25 في توزر. وخلال الليله القادمه راهي اجواء نسبيا بارده، نحكيو على طقس بارد خصوصا في المرتفعات الغربيه لبلادنا وين تتراوح الارقام من بين 8 ل 10 درجات، هنا نحكيو على مرتفعات القاسرين مرتفعات الكاف مرتفعات باجة جندوبه ايضا سليانه، وارقام قد تكون من بين 12 ل 16 في بقيه المناطق. جانب اخر يطلب منا المتابعه واللي هو نشاط الرياح في المناطق الساحليه، هذاك علاش فما تنبيهات فما تحذيرات بالنسبه للملاحه والصيد البحري، البحر باش يكون شديد الاثر بالهائج اليوم بكافه المجالات البحريه وممكن هو بريح الشمال هو باش يعمق احساسنا بانخفاض في درجات الحراره، والمرور نتاع الاضطراب الجوي هذا باش يكون مرور سريع نسبيا. معناتها نجم نحكيو على عوده مؤشرات الهدوء تدريجيا غدوه حتى كان باش تنزل الامطار فراهي تهم مناطق اقصى شمال مناطق المطله على البحر في ممكن سواحل تبرقه سواحل نفزه، فيما عدا ذلك عوده مؤشرات الصحو تدريجيا ومؤشرات الاستقرار باش تكون واضحه وجليه على المدى المتوسط يومي الخميس والجمعه قبلها ارتفاع طفيف في درجه حراره، تقلص فعاليه الرياح اللي مقلقتنا حاليا في المناطق الساحليه، والحاجه اللي نخدموا بها ديما خريطه اليقظه اللي هي تعكس ممكن كونوا لازمنا ننتبهوا اليوم في الولايات المشار اليها بالاصفر ولايه تقريبا كل ولايه الشمال كل ولايه الوسط وممكن محليا الجنوب، هنا نحكيو على صفاقس وقفصه ان شاء الله يكون غيث نافع، احنا في حاجه للامطار في الوقت هذا وربي يرحمنا. صحيح شكرا لك محرز، الحقيقه احنا نحسوا كي مش الارض فقط متعطشه للامطار حتى العباده، تعرف اللي فما دراسه حتى نفسيه تربط ما بين الطقس والامطار بشكل خاص ونفسيه الانسان، ان شاء الله تكون امطار رحمه وامطار بركه وامطار بعد علينا حتى المشاكل النفسيه بما فيها الاكتئاب اللي قاعدين نتعديو به ونمروا به في الظرفيه هذه. شكرا لك محرز الغنوشي. العفو. نورتنا وبدايه كل يوم تكون معاك انت، وبعد شويه تكون الكلمه لزميلتي مديحه ام عمري في قراءه لابرز عناوين الصحف المكتوبه والالكترونيه محليا عربيا وايضا عالميا. صباح الفل مديحة، صباح النور، صباح الخير للتوانسة الكل. خليني نحييك ساعة أول حاجة لأنه مع بالكمامة اليوم تحمي يلزمنا تحمي يلزم الناس الكل نلتزموا تويكا بالإجازة بارير هذوما وناخذوا حذرنا وربي يسلم الجميع، معناه هذا أبسط حاجة نعملوها توقيا من هالفيروس اللعين هذايا وربي يسلم تونس الكل. آمين. دونك اليوم عندنا حزمه خلينا نقولوا من كالعادة. الاخبار كيف العاده وعندنا جديد اليوم كل يوم عندنا جديد اخبار مهمه جدا نبداوها باجتماع رئيس الحكومه البارحه مع اجتماع الديوان اللي قرر فيه انه باش نعملوا عده جلسات معناها وزاريه تختص بملف التنميه ملف التنميه في الجهات خصوصا باش يتم التركيز على ولايات معينه هي ولايه قفصه ومدين وجندوبه هذه في بدايه نوفمبر الحالي هذا على اساسه هو معناها باش يتم النظر في عديد الملفات اللي الحكومات اللي فاتت معناها خدمت عليها نوعا ما
وما مشاتش الامور في برشا يعني مشاريع، برشا برامج ما تحركتش الامور، قعدت كما هي. وهذا يسبب اشكال، ونشوفوا احنا في الاحتقان في بعض الجهات، معناها من بينهم اعتصام الكامور اللي والحمد لله جاب نتيجه ايجابيه البارح، يعني فض الاشكال هذايا. البارحه جاء في بلاغ لوالي تطاوين انه طبعا لمراسله وارده برئاسه الحكومه، معناها تم فض هذا الملف وتطبيق اتفاق الكامور مع تنسيقيه الكامور، يعني تم تنفيذ كل البنود اللي جت في الاتفاقيه حسب ما جاء في البلاغ هذا، واحنا قاعدين نشوفوا في الشاشه يعني البلاغ هذا بالنقاط اللي فيه الكل، من بينهم اساسا يعني شركه البيئه وشركه جنوب الخدمات وصندوق التنميه وغيره، وخاصه عدم التتبع العادل للمحتجين وفك الاعتصام. هذا نوع مسلسل طال مديحه الحقيقه، كنا تابعناه من الموسم الاول. إشكالية كبيرة، معناها نشوفوا احنا منتاج متوقف في الظرف الاقتصادي الصعيب هذايا، عنده تداعيات وخيمة على الاقتصاد وعلى البلاد ككل. للأسف بعض الأخبار تتناقل اليوم الصباح انه يقولوا بعض من تنسيقية، بعض أعضاء تنسيقية الكامور يقولوا انه رافضين الاتفاق هذا ومش صحيح الاتفاق هذايا، لأنهم طالبين انه كل يعني المشاركين في الاعتصام هذا كل يقع تشغيلهم. لهنا فما تداعيات وخيمه اخرى كما نقولوا على الوظيفه، معناها على كتله الاجور، باش ما يصيرش نفس اللي صار في ما يتعلق بالمجمع الكيميائي قبل وشركه البسنه وهذا الكل، معناها الملف الشيك هذاك الكل وتداعياته الخطيره ديما نقولوا على الاقتصاد التونسي. في علاقه بالتنميه المفقوده وتداعياتها على الاقتصاد، أنا أجلب انتباهي مقال بجريدة المغرب يتحدث عن الهجرة غير الشرعية. الأرقام صادمة بصراحة، معناها فما فيها برشا معناها عناوين كبرى، والأرقام كلها تشير أنه عدد كبير، خصوصا السنة هذه الحالية من بداية السنة إلى موفى معناها شهر سبتمبر، الأرقام تقول أنه 11000 قرابة 11200 شخص غادروا البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية. والصادم في الامر انه فما رقم كبير للقصر اللي مشاو بمرافقه او بدون مرافقه. مديحه حتى على صفحات التواصل الاجتماعي ما عادش حتى الهجره السريه تعني الافراد، ما عادش يهجروا فرادى، ولاو جماعات وعائلات ساعات نلقاهم في مركب واحد. اللافت الانتباه عدد القصر اللي راكبين معناها يشقوا البحر بدون مرافقه في بعض الاحيان، 1400 قاصر غادروا البلاد في 9 اشهر، شيء مخيف جدا. وكانه الكورونا لم تمنع زيدا النزيف هذايا نتاع الهجره السريه، يعني القايل الظرف العالمي لا يشجع، فما وباء عالمي ربما حتى معناها كي نتجاوز الحدود الخطر اكثر من تونس. موجود في كل ملاصه من العالم، ممكن ما نعرفش احلام منشوده يتبعوا فيها هذوما، يعني فقدان الامل هذا هو الاختير في الامر، معناها جيل جديد قاعد يغادر في البلاد، هذا مؤشر خطير جدا. وهذا ما نساوش غير المراكب معناها اللي تم معناها حجزها، غير مراكب اللي غرقوا معناها مؤخرا، فما 24 تم انتشار جثثهم من البحر، ارقام مخيفه جدا ووضع مخيف، ربي قدر البلاد خير على البلاد. الارقام تقول انه التونسيين يحتلوا النسبه الاكبر من الجنسيات المجتازه الغير الشرعيه بنسبه فوق 72%. هذا الاختيار في بلادنا زاد اكثر حتى اكثر من الجنسيات الاخرى، معناها التوانسه ديما في الصداره، ربي قدر الخير. وحدها الأرقام هذه جديرة بدراسة سوسيولوجية نفسية، يعني نحلل هنا ربما حتى احنا في فروم تو نتناولوه بالنقاش مديحة، علاش يعني اليوم الوضع يولى منفر لدرجة انه بالأرقام الكبيرة هذه يفكروا في الهجرة السرية. قلت لك في علاقة بالتنمية، وان شاء الله نشوفوا المجالسات الوزارية اللي باش تعقدها رئاسة الحكومة معناها تعطي أكلها. هو الملف هذايا كان من المفروض يكون معناها ملف مطروح في زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا اللي تأجلت معناها ليس بسبب الكورونا لمطلع العام المقبل. في علاقة بالرئيس الجمهورية، الأخبار تتناقل البارحة حول الوعود المحققة لرئيس الجمهورية. البارح منظمة أنا يقظ عملت ندوة صحفية من خلالها معناها قالت أنه رئيس الحكومة لم ينفذ من وعوده سوى 9%، والمنظمة تراه أنها حصيلة ضعيفة ومخيبة للأمال. هذا كما جاء على لسان أشرف العواجي رئيس منظمة أنا يقظ. الوعود الانتخابية يقولوا أن احنا لقينا مشكل في حصرها، لأنها كلها ما كانتش معناها واضحة منذ البداية، كانت يعني قاموا عملية بحث من خلال الخطابات متاعه والمناظرات التلفزية وكل، والوعود اللي قالها لم ينفذ منها سوى 9%. هي وعود تتعلق معناها بالحريات والمجال الاجتماعي والحقوق والمجالين
السياسي والاقتصادي والسياسة الخارجية. في علاقة بهذا، بقيس سعيد دائما رئيس الجمهورية رغم هذه الوعود المخيبة الأمال حسب منظمة أنا يقظ، لازال يحتل صدارة اهتمامات التوانسة فاش في نوايا التصويت. سيغما كونسيل البارح كشفت عن صبر آراء جديد يقول أنه قيس سعيد ما زال يحتل صدارة نوايا التصويت إذا كان وقعت انتخابات جديدة بنسبة 65% وبفارق رهيب وكبير عن بعض المرشحين الآخرين. ما زال يعني عنده ثقة الأغلبية. بالضبط بالضبط هذا هو. في خبر عالمي ونختم به باش ما نطيلش أكثر، الملف الليبي على طاولة المفاوضات من جديد. البارح تم اجتماع حوار سياسي ليبي عن بعد، اهتموا فيه نوعا ما بموضوع اختيار سلطة مؤقتة اللي على أساسها باش يتم كما تم في تونس، معناها تنظر في كيفية وضع دستور جديد، كيفية يعني إجراء عملية انتخابية جديدة، ويعني تغيير المشهد السياسي الليبي. احنا كما هو معلوم فما اجتماعات مباشرة باش تعقد معناها في تونس، منتظر انها تكون في 9 نوفمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة. مهم برشا الملف هذا مرة أخرى هذا. أي مهم برشا الملف الليبي، يهمنا الشأن الليبي كشأن ليبي في حد ذاته، ولكن أيضا يهمنا لأنه فيه برشا معطيات تمس أمن الغذائي الأمني والاقتصادي وغيره واجتماعية وكل شيء. هو علاقتنا بليبيا معناها ما نجموش نحدوها في بعض السطور. صحيح. في نفس الموضوع نشوفوا انه العمليه ماهيش سهله في الملف الليبي، خاصه انه البارح تم توقيع اتفاقيه بين وزير الخارجيه حكومه الوفاق مع نظيره القطري، وكانه ضرب يعني اتفاقيه اللي قاعده تمشي معناها في ليبيا على اساس معناها تهدئه الاجواء وفض النزاع ومعناها وقف الاقتتال. الموضوع فيه برشا ما يتحكي، نخليو الناس يتبعوا شويه الجرايد ويشوفوا نتائج الموضوع هذا. خبر اخر نحب نختم به، انه البارح النازا اكتشفت وجود الماء على سطح القمر. القمر اللي ما فيهش هواء هذا المثير معناها في نقطه في مضيئه بالشمس، لقاو ماء، وهذا باش يغير بعض المعطيات او عديد المعطيات بالعكس على القمر وعلى معناه الكواكب. اي احنا نقولوا الماء يعني الحياه والبحث عن حياه جديده في الكواكب الاخرى. اي ربي قدر الخير، ديما نقولوا للتوانسه الكل التزموا بالاجراءات والبروتوكول الصحي وربي يحمي الناس الكل. شكرا لك مديحه معمري. الحقيقه الاخبار موجوده ولكن انتقاء الاخبار وطرح المميز هو اللي نحييك عليه. شكرا لك مديحه مره اخرى. احنا باش نواصلوا باش نمشيوا الاخبار من نوع اخر، باش هزنا العالم النات في جوله خاصه جدا مع حسام الدين الهمامي بعد شويه. نغم نقترح عليكم هذا الصبر الرباعي، ان شاء الله ايامكم زين، ان شاء الله ايامكم احلى الايام اليوم وبقيه الاسبوع. تفضلوا. ليش باقي ما سويت انت ملك الروح الاول والتالي، طيبك شاغبني اذا مره صديت ويقول لي مالك في حياتك بدالي يا اغلى ما عنديش باقي ما سويت انت ملك الروح الاول والتالي، طيبك يشغلني اذا مره صدق ويقول لي مالك في حياتك بدالي. خيالي ساكن وسط قلبي وانا مثلك
حرام علي طيبك بالي خيالي ساكن وسط قلبي وانا مثلك اقليك غيرك حياتي لا ما يطري في اشوفك ببالي احلى صباحي دامي بشوفك انسيك تحلالي وكل الليالي دامك حبيبي في حياتي تهني وكل الهنا كله اشوفك ببالي أخبار النت والإمضاء حسام الدين الهمامي. حسام بحضي صباح النور صباح الفل. صباح النور ريناس مرحبا بكم مرحبا بكافة السادة المشاهدين. دونك كالعادة حسام تجيب لنا معك مجموعة من الأخبار. الحقيقة الأخبار هذه تنجم تعرضنا الناس الكل يعني هذه من مفعول العاولة ما مفعول النت هالبحر الأزرق العجيب. ومفعول الأكتواليتي نتاع الفيسبوك في الأكتواليتي أنت والأنتوراج اللي عندك معناتها كان أصحابك يبارتاجيو حاجة إيجابية باش تلقى حاجات إيجابية كان الناس مغرومة معناتها بالمؤامرات وحكايات وسياسة وحكايات كما كيك ممكن باش يقعدوا يراو كان في المؤامرة وكان الناس مغرومة بحاجة تنفع العباد. اكيد الاكتواليتي نتاعك يكون انظف يكون فيه جديد. طيب. احنا نحاولوا نعطيو بعض الحاجات الايجابيه نجم نديروا بها من النهار. الخبر الاول ما نعرفش ويمشي هزنا الخبر الاول باش نمشيو للجمله لهنا باش نحكيو على خبر ما نعرفش انت باش تصنفوا تو هل هو خبر ايجابي ام سلبي. باه هات نشوف. اما الخبر معناتها كوم ميزمو تطرح لانه هنا على نحكيو على السيد محمد النوري بن مبارك اللي هو طبيب انعاش في المستشفى الجهوي بجمنه. كان عمل ريكور قبل وحكيت عليه برشا من مواقع التواصل الاجتماعي قعد 31 يوم بيرمانونس 31 يوم مخرج من السبيطار على خاطر وقت كان فما جائحه الكوفيد وجمنه كانت معناتها في وقت من الاوقات معناتها عليها ضغط كبير برشا. بصفه طوعيه هو متطوع لانه اول حاجه يحب خدمته برشا ود المنطقه وهو بيحب الخدمه هذه ويحب يعاون وما تنساش كي تبدا معناتها منطقه صغيره مثلا كما جمنه فيها نقص عائلات ولا ابار انهم هي فيها عائلات وفيها نقص كلهم يبداو كل يدعم عائله واحده وكذاك اللي تدل عليه وكذا يلزم يقعد باش يعاون. سي محمد كمال لهنا فما تدوينه هبتها واحد من الزقاق اللي هو السي طاهر الطاهري وقال التدوينه هذه راهو سي محمد كمال ما في بالوش اللي انا هبتها. يقول انه التلمو عندهم نقص في وسائل الماكينات نتاع الانعاش قالت لازم باش يهبط ماكينات من برا في انه وزاره الصحه باش تتعاطل ماك تعرف طلب عروض وكذا وظرف لا يفتح وكل كلام تاع الادارات التونسيه باش تعطل ياسر الحكايه هبط ماكينات وحاطها فيها مشيك دو غارونتي من الفلوس نتاعو. اي عطاها معناتها قال لك ما يقارب معناتها ممكن فلوس قريب 180 مليون سك معناتها اللي هو الضمان عطاه من فلوسه هو ونتندو يهبط الماتريال ومن بعد ممكن يكملوا الفلوس. لهنا المشكله باش تصير شنيا انه هو ما عندوش 180 مليون معناتها ممكن. داكوغ وانا كنت نسالك نقول لك وين البوليميك حسام لهنا يعني هذايا خبر حتى وايجابي جدا ما نجمو كان نثمنوه يعني ويا ريت منه برشا توانسه. دونك الاشكال انه حتى شيك دو غارونتي والرصيد
مش موجود بالطبيعة ما عندوش الرسيل، خاطر صعيب كان بالشرقة معناتها طبيب ما يخدم في مستشفى جهوي ويخدم في الصحة العمومية باش يكون عنده معناتها مبلغ كبير ويكون مفضل مبلغ كبير كما هكا 180 مليون يعطيهم شيك دو غارونتي، مي في الأخر ممكن ياسر يريسكي هو ما خممش في الحكاية هذه وقت اللي عطاه الشيك خمم فقط باش يمنع اولاد منطقته ويمنع الظروف اللي قاعد يخدم فيها، مي للأسف الشديد معناتها تعرف ظروف خايبة شوية. نتمناو ان شاء الله السلطات الجهويه وزاره الصحه ولا حتى البلديه ولا اللي معناتها اللي نجموا يعاونوا على الاقل باش نجموا نكزوا الحكايه هذه، خاطر من بعد راهو كي باش نعملوا ان شاء الله باش تعدى الجائحه على قريب وعلى قريب جدا ان شاء الله باش تعدى باش نعملوا شويه ريكول ونذكروا كان لحظات اللي صاروا كيما هكا نقولوا ذاك في وقت من الاوقات وقف مع البلاد وعمل حاجات باهين لل اي وان شاء الله ما يلقاش روحه محل تتبعات قانونيه وقضائيه. نعرف مشكله الشيك والرسيد نعرف خاطر الحكايه مش سهله جمله. هات نمشيو للصوره الثانيه اللي هي كانت بديت بتدوينه هبطها رئيس الحكومه السابق المهدي مبروك وحكاوا على معناتها من الحاجات تحكي على وزير كان في الحكومه نتاعو قبل اللي هو سي كمال بن ناصر، خذا البارح جائزه عالميه للتنميه المستدامه في مجال الطاقه. صار حفل تكريم كبير برشا في مدينه يوستن في امريكا فين قاعد يخدم تويكا، واللي هو نفسه سي كمال بن ناصر كان تم انتخابه قبل اللي هو الممثل نتاع المهندسين النفط في العالم. يظهر لي ماهيش حاجه سهله تتويج بالحجم هذا في بلاد معناتها في كيما امريكا نعرفوا معناتها اللي هي الناس غاديك حتى اللي يحبوا البلدان البتروليه اللي تحب تقرا وتحب تعمل معناتها اكثر ابحاث تمشي جينيرالمون للبلايص اللي كيما هكا ويمشيوا في امريكا تلقى انت تونسي يمثل تونس وموجود معناتها هنا وينتخب هو كمين عام معناتها للهيئه نتاع مهندسي نفط يظهر لي حاجه تنجم كانت تفرحنا كتوانسه ونتمناو ان شاء الله يتم النص على الحكايه هذه بكافه الوزراء القدم ولا للناس اللي خدموا تونس في وقت من الاوقات نجيبوهم لتونس يعاونونا من خاطر راهو السياسه راهو تمشي حكومه وتجي حكومه وتتبدل برشا حاجات، ما في الاخر انت باش تنفع بلادك ونتمنى ان شاء الله يكون كما نجح في امريكا ان شاء الله يكون النجاح نتاعو يعاود يرجع لتونس. هنا احنا نربطوها بهجره الادمغه كما عندنا ادمغه قاعده تهاجر حسام، الجميل برشا انه في السنوات الاخيره الحقيقه قاعدين برشا يرجعوا الهاجس نتاعهم انهم يعاونوا البلاد هذيا ويقفوا للبلاد هذيا، فيريت ايضا السياسيين يشجعوهم ما لانه مش سهل يظهر لي واحد يتخلى على امتيازاته وكل باش يجي ويخدم بلاده بشهريه اقل بظروف ربما اقل برشا من اللي كان عايشها. ربما ممكن حتى اغلب مش نحكيو برشا في السياسه، ما اغلب الناس اللي كانوا الاكاديميين الكبار اللي جاوا لتونس واللي تقلدوا بعض المسؤوليات قال لك من اللي غاضني مش في حكايه الفلوس لانه الفلوس تعوض، فما حاجه بين قوسين كلمه تطيح القدر، لانه ساعات تسمع حاجات وتسمع كلمات ممكن يقول واحد انا شلزني مخيب بوست في بلاصه معينه وعندي قدر كبير نجي لهنا. نتمنى ان شاء الله نتجاوزوها الحكايه هذه. هات نمشي تدوينه اخرى تويكا دارت برشا اليوم الصباح لانه خطا غلطوا فيه برشا من وسائل الاعلام، لو نحكيوا على وزاره الصحه اللي قالوا انه فما مجموعه من الاجراءات المتوجب اتخاذها على المواطنين هنا كان نقلوا على من على المدير العام للصحه العموميه قالوا الصحه منظمه الصحه العالميه قال انه يلزم ما تخليوش اولادكم يمشيو يقراو، نحاولوا نمنعوا الدراسه باش نجموا كيكا نتلافاو ونحاولوا نحدوا من انتشار فيروس كورونا. لهنا منظمه الصحه العالميه هبطت تكذيب رسمي للحكايه هذه قالوا فماش منه. لهنا المشكله معناتها التكذيب هبط ما شفتوش في برشا وسائل الاعلام. تبقى الخبر انه مدير عام الصحه العموميه لمنظمه الصحه العالميه اللي قال يلزم تبطلوا صغاركم القرايه وتخليهم في الديار كانت انتشرت انتشار كبير برشا، وسائل الاعلام بارتجتها بدرجه معناتها مخيفه جدا لدرجه اللي بالحق راهو هذا يخطر اكثر من الكورونا في حد ذاته. انك انت تقول خلي صغارك في الدار معناتها لهنا باش يقعدوا صغار في الدار وما عندناش الاليات باش نجموا نخليهم ا ديستونس، شوف قداش من عام باش يراتيو وممكن يظهر لي نقصوا شويه من الاشاعات. يخلق جدل عقيم في وجود المعلومه الصحيه الصحيحه والثابته، يخلق كان البلبله ونوع من الاشاعات والاخبار المغلوطه في صفوف العائلات، وتعرف العائلات التونسيه والناس كلنا الاولويه نتاعها هي قرايه الصغيرات نتاعهم. عندنا حتى جروب على الفيسبوك اسمه اولياء غاضبون نريد في حاجات من هذا زاد في تونس. ما هو عندهم حق ما نجمش نلوم عليهم في انه معناتها يحبوا اولادهم يقراوا ويحبوا اولادهم يكونوا موجودين معناتها في مقاعد الدراسه خاطر راتيو ديجا عام عملوا بزيد عام اخر واحنا عندنا برشا عطل وبرشا مشاكل. خبر اخر كان دار برشا اللي هو قالوا ان وزير السياحه كان الغى شرط الاستظهار بعقد الزواج كي تجي باش تمشي للنزل، وبالطبيعه حمله كبيره من التهكمات والناس قاعده تضحك والناس خبر كما كاش نجم يزيدناش نجم يعمل توريزم بتبعته تعب. بعد الاخبار كيما هكا تبنات على حكايه ما فماش منها لانه الناطق الرسمي او الملحق الصحفي لوزاره السياحه قرروا ما كلفتوش رواحكم عناء انكم تكلموني ولا تكلموا اي فرد في وزاره السياحه باش يفسر لكم الحكايه هذه راهي اشاعه لا وجود لها. يظهر لي عندنا برشا مواضيع نجم نركز عليهم اكثر برشا من هكا، نبعدوا اكثر ما يمكن على المعلومه الغلطه لانه المعلومه الغلطه ما تهمش تونس كهو، ما يهم حتى كي باش نمشيو لبرا نحكيو مثلا على اخبار دار برشا البارح يقولوا انه
بول بوجبا اللي هو اللاعب الفرنسي الشهير وماخو كاس العالم ويكور في مانشستر يونايتد وجور كبير ومعروف وديما يفخر بالاسلام تاعه وديما وراه عنده صوره شهيره في وقت مشى عمل الحج لهنا. يقول انه ينسحب من منتخب فرنسا وقال انه يضع نهايه للمسيره تاعه مع المنتخب الفرنسي بعد الاساءات اللي صاروا للرسول صلى الله عليه وسلم. دونك ظهرت اشاعه زاده ما فهمش منها إشاعة. وقال باش يقاضي اصلا الجريده اللي هبطتها ذا سان اللي هي ذا سان الانجليزيه. الناس اللي تعرف هي تشبه لبعض الجرائد اللي عندنا في تونس اللي ممكن يعطيه جوست اي خبر يهبط وكهو ديما يمشي على روحه. احنا نقولوا صحافه سفره هذه توا صحافه الورقيه كنا نقولوا سفره توا ما نعرفش نجمو كيفاش نجمو نصنفوا هذه الكترونيا زاده. للاسف الشديد موجوده الحاله هذه اما ما نساش الناس تثبت خاطر لانه توا في عصر الميديا وعصر النيو ميديا معناتها كي يبدا انسان معروف مثلا الناس عمري قالت اخبار اللي هنا راي مثلا راني باش نوصل تقديم الحصه مثلا تاع نهارين وثلاث ايام القدام ولا باش نتغيب نهار كذا ولا كذا منين نجم نثبتوا يا من اداره التلفزه يا باش نلقاو تدوينه على الصفحه الرسميه نتاع انيس العمري. لهنا تدخل الصفحه الرسميه نتاع بوجبا تلقى ما هبط حتى شيء هبط كان تكذيب للخبر اللي قال فقط نثبتوا شويه اكاو تمشيوا للصين. ما مش بت على انيس العمري عاد خليني نتفاعل معك تلقاونا جمعه جايه ان شاء الله من الاثنين للجمعه باش نبدلوا شويه في التصور العام في الظهور خليني نقول وفي طريقه التقديم. دونك الجمعه الجايه باش تلقاوني انا جمعه من بعد تلقاو زميلتي منى ذويب غدوه بعد غدوه زاده منى ذويب وباش نوليو نخدموا بنظام التداول اسبوع باسبوع مره اخرى في اطار التوقي من فيروس الكورونا وان شاء الله ربي يحمي الناس الكل. هاكا سقنا خبر اي فما خبر خلينا الوضع فوالا وهبطوا بعد تدوينه باش ما نساوش نذكر الصفحه نتاعنا الصفحه نتاعنا صباحكم تونسي مع ايناس الصفحه تلقاو فيها بطبيعه التسجيل للي تعدى للبرنامج الكل باش نمشيو للسين المره هذه باش نحكيو على تويما كانوا تعرفوا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اول ما انتشر فيروس كورونا في الصين نعرفوا في الصين في وقت من الاوقات كانت معناتها ما تتقربش وكان وقتها صارت عليه بوليميك كبيره برشا على الشيء اللي موجود هذوما كانوا باش يعرسوا في الفتره هذه من عام ناول قرروا انهم ياجلوا العرس نتاعهم في انهم زوج تويما بنات كانوا باش ياخذوا زوج تويما اخرين اولاد قرروا انهم باش ياجلوا خاطر هما معناتها من الصف الاول من الاطباء في الصف الاول وقرروا انه قال كل شيء معناتها يهون فقط تعطينا نديماريو نمنعوا بلادنا وبعد كده نرجعوا. لهنا بعد ما نقزوها الحكايه وكنا حكينا قبل على الصين كيفاش عاودت خرجت يظل من تحت الرماد كما نجم نقولوا لهنا عاودوا رجعوا مره اخرى وقرروا باش يعملوا الزواج نتاعهم. الجائزه نتاعهم كانت من جاك ما اللي هو واحد مؤسس واحد من اكبر شركات البيع معناتها الالكتروني قالوا باش نعطيكم كادو من عندي اللي هو الكادو اللي هو كل شيء خالص من جميع ما بالطبيعه نقول كل شيء خالص معناتها نحكيو على شهر العسل نحكيو على المستلزمات نتاعهم مش نحكيو على جهاز ولا بيتزا وكذا وداخل فيها الفواياج دو ناس كل شيء قال كل شيء خالص من عندي انا وقال عندكم اجازه مدفوعه من عندي انا عام كامل برا وتفردوا برا وشيخوا في وقت من الاوقات وقت استحقيناكم لقيناكم ممكن الصور نتاعهم وقت اللي هما معناتها بالملابس تاع الكوفيد والصور نتاعهم تويك توضح اللي بالحق راهو فما ناس تضحي في وقت من الاوقات ومن بعد راهو النتيجه باش تجي وان شاء الله احنا نضحيوا كلنا يظل معناتها تضحي راهو كان نحكيو على عوين الصحه نحكيو على الاعلاميين نحكيو على الناس الامنيين نحكيو حتى على الناس اللي تمشي تخدم كل يوم لانه مش سهل تمشي بالريسك نتاع انه تنجم لا قدر الله معناتها انت ماكش قاري حسابك تنجم تكون حاجه موجوده معناتها حتى في الهواء مسيت حاجه مسى حد قبلك هذاك هو الريسك اللي موجود مي يلا غالب هذه لازم تعايش معها عالم كامل قاعد يعيش معها يظهر لي هو جميل زاد واحد انه يكون عنده روح التضحيه وانه ما يستناش مقابل انا عندي فيها ربما اللي يحب يضحي ما يستناش مقابل كان جاي المقابل مرحبا به نجم يكون حتى معنوي حتى شكر حتى كلمه تبارك الله فيك يعطيك الصحه كان ما جاش الانسان يكفيه انه خذاها القرار هذايا باش يقوم بعمل انساني ياهو يكون عمل نبيل. دونك سعاده احنا انت سعيد انك تخدم يظل في ظروف هذه اكيد لانه يعني نهار اخر عندي ما نحكي لاولادي ان شاء الله نهار اخر نقول لهم في وقت من الاوقات جات في زمن الكورونا في زمن الكورونا مش نقول ايش عملت مش نقول شديت الدار قول لهم خرجت وخدمت وكذا بون كان فما ريسك كبير مارست واجبي وان شاء الله ان شاء الله نكزوها واكيد راه مش نكزوها على قريب احنا نتمنى فقط على قريب. هدي نمشيو المره هذه باش نحكيو على ترامب الرئيس الامريكي اللي كانت خرجت حكايه قبل انه بيراتيو له الكونت تويتر نتاعو وسرقوا له الموتباس وكل شيء عملوا فيه ولا اداره الحكايه فما مش بيراتاج معناتها بالمعنى نتاع البيراتاج اللي نعرفوه فما نوع نتاع بيراتاج يسمى الهندسه الاجتماعيه. الهندسه الاجتماعيه شنو هي؟ فما نوع نتاع بيرات يسموا لي بيرات سوسيو هذوما اش يعملوا؟ ما بيراتيوش بطرق الكترونيه ويمشي عندهم لوجيستيات وكل شيء لا يمشي للسيد
يعرفوا باش مغروم. مثلا انا نحط الدات دو نيسونس مثلا نتاعي دات نيسونس تاع ولدي، ولا مثلا لو السيد هذا مغروم برشا بالكوره ممكن ياسر يحط اسم الجمعيه نتاعو، ولا السيد هذا راه معناتها كلي ظاهر ديما مزروب اكيد راه عامل ان دو تروا ولا كات زيرو ولا الحاجات اللي عملوهم العبيد. بالطريقه هذه بدا بشوي بشوي لين من المحاوله الخامسه ديريكت طلع المتباس نتاع دونالد ترامب، وهذه كانت ممكن تاكد انه حتى رئيس اكبر دوله والاقوى معناتها نحكيو في امريكا وحتى امور حمايه الكترونيه وكل شيء ممكن فاتته انه ممكن ياسر يعرف المتبس نتاعو اللي هي كانت عنوان نتاع الحمله الانتخابيه نتاعو وزيد معاها الدات نيسونس نتاعو كهو. معناتها ما عملش فور كبير برشا. برشا الحقيقه ما كانش صعيب، ما كانش يعني رقم سري هكا يحيروا باش يلقاوه. فوالا صعيب وكذا وكومبليكي ودرا شنو، لا كانت حاجه سامبل. وهذه الهندسه الاجتماعيه راهي اخطر برشا من الهندسه الاخرى، لانه السيد يقرب لك ويحاول يعرف عليك اكثر ما يمكن معلومات ويشوف بشنية مغرومه ويشوفك حتى لي سوندر دانتيري نتاعك شنو بالضبط، ينجم هكاك يخمن شنو باش يكون المتباس. وهذا مشكل برشا كانوا ربطوه، يعني هذه اشكال عميق اذا كانوا ربطوه بالمعطيات الشخصيه. يعني ساعات نلقاو حتى كبار يغلطوا، مش كان صغار والشباب المراهقين، برشا معطيات اليوم تحوس على النت حسام. يعني واحد حتى يهبط في تساور وتساور دارو يقول راني ماشي للبلاصه الفلانيه، انا توا اون غوت ماشي يندرا فين. دونك هذه معطيات الكل ينجم يجمعها انسان لنوايا سيئه وخبيثه ويستغلها. ينجم يستغلها كما شركات الاشهار قاعده تستعمل في الحكايه هذه. انت مثلا كي تدخل سيت ويب يقول لك راهو السيت هذا فيه دي كوكيز مثلا، راهو باش تدخل لازم تعمل اكسبتي لي مثلا كوكيز. انت تعمل اكسبتي باش تقرا الارتيكل، مي وقت اللي انت عملت اكسبتي هو دخل الستوريك نتاعك وشافك شنو تبع، كان مغرومه بالموضه، كان مغرومه بالكوره، كان مغرومه بالغناء، وكيك ينجم يعطيك اكثر ما يمكن معلومات. حتى نختم بخبر، الخبر هذا ممكن ماهوش مفرح برشا، ما شفناه ولا تكرر برشا الحكايه هلال الشابه. ممكن البارح كانت حكايه الحرقه الجماعيه اللي باش يعملوها، هي وفيت مش حرقه، ما هي طريقه نتاع احتجاج، قال باش يمشيو كلهم لايطاليا للجامعه الايطاليه ويصبوا دوسي لعل تتقبل الدوسي نتاع هلال الشابه. يحسوا بظلم كبير لهنا، مانيش باش ناخذوا بوزيسيون سوا مع الشابه ومع الجامعه، لانه فما قانون قاعد يمشي معناتها في الحكايه هذه. من فقط باش نحكي على الظاهره، لانه هي الحكايه بدات باحتجاج من هلال الشابه ومحتاجين على الوضع اللي صاير، وممكن نعطيهم برشا حق في الحكايه هذه، لانه الاحتجاج كان سلمي ما تطورش معناتها الحاجات الاخرين. اما لهنا ولات فما شكون عمل حاجه تشبه لهم. البارح كان رئيس شبيب سكره، شبيبه سكره سي العربي السنغري، هبط على صفحته على الفيسبوك قال انه هو زاد كيف كيف يحس بظلم كبير على شبيبه سكره وعلى الاخطيه اللي عطاوها له خمس سنين ما بيمارس حتى نشاط رياضي، واخطيه قال باش نهز الجمعيه وجورات ونمشي للجزائر ونرفع علم الجزائر كطريقه نتاع احتجاج. نتمنوا النزيف هذا ينقطع. هذا خبر مؤسف. هو كي يحس واحد بالظلم راهو خايب الاحساس بالظلم، اما راهو كي نوصلوا كيما هكا تلجا ما نعرفش. انا هنا نختلف معاك ولو اني نحب نتفاعل معاك في هذا، انا نقول بلادي ولو جارت علي. جارت علي اكيد، بلادي أكيد. ولو جارت علي، دونك نختلف ولكن تحت سقف الوطن. نكتفي بهذا حسام معاك اليوم، شكرا لك انت موفق يظلي في اختيار العناوين ومحليهم الاخبار والجوله العالميه من نوع خاص. مواصلين الى منتصف النهار، بعد شويه باش نحكيو مع مدربه التنميه البشريه باش نحكيو كلام قريب من انفسنا برشا، نحكيو على ذكرى المولد النبوي الشريف بكل ما تعنيه لنا كتوانسه وكعرب وكمسلمين. مدام فاطمه مرحبا بك، صباح النور. الاطلاله الثانيه اليوم معانا في البرنامج هذايا، نورتنا. ربي فضلك، وتحيه للساده المشاهدين، تحيه ليك وشكرا على الاستضافه. يعيشك. ونقولوا ان شاء الله ايامنا زينه وان شاء الله تتبدل الاوقات نتاعنا. طيب طبعا احنا ديما التوانسه يعجبك فينا، ديما نحبوا هيك الامل، بصيص الامل، ديما نلوجوا ان نكونوا كيفاش نكونوا متفائلين. الايامات هذه نعيشوا على ايقاع ذكرى مزيانه برشا، التوانسه الكل فرحانين، عملنا برشا تغييرات في الدار، حذرنا الاصحاف نتاعنا، شرير قضيه الزقوق، ولكن المولد النبوي الشريف في جوهره في صميمه اكثر من هذا برشا. أكيد مدام إيناس، ساعة قبل كل شيء أنا باش نعطيك لمحة، التنمية البشرية والتنمية الذاتية ترتكز على كل ما هو أخلاق حميدة وأخلاق راقية، وترتكز على الصدق، على المحبة، على التجاهل، على التسامح، تجاهل المسيء وش نسامحه اللي أسائلنا. معناها كل هالحاجات هذه مدارس التنمية البشرية سواء لونغلوفون الفرنكوفون المشارقة الكل تجتمع في القواعد نتاعها. أي اللي هي الأخلاق، اللي هي الأخلاق.
على الأخلاق، الأخلاق اللي جينا بها، مكارم الأخلاق اللي جينا بها الرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دونك مكارم الأخلاق هذه في جوهر، تقولي أنت أيضا التنمية البشرية، وهي في جوهر الذكرى هذه. دونك احنا ندورو ونرجعوا للمغزى من الذكرى وأحياء الذكرى. اي المغزى من أحياء الذكرى، الذكرى هي مناسبة سعيدة باش لك الحاجة الحلوة على العسيدة، وحتى على ذكر الزقوقو، وإلا تدخل فيها حتى طاقة المال اللي ما يقدرش يمثالش العبرة معناها بالجيست في حد ذاته. احنا كي نقولوا مكارم الأخلاق ونقولوا رسولنا الكريم، يلزمنا على القليلة المناسبة هذه نتذكروا السيرة نتاعو النبوية الشريفة اللي باش تعاوننا، اللي باش تسهل لنا حياتنا، لأنه الإنسان بطبعه منفصل، متصل، منفصل بأخلاقه وبتركيبته وبخدمته وبانتماءاته الدينية الاجتماعية، لكن متصل بالمجتمع وبالعباد. فيا حبذا ويا المناسبة هذه وفهالمولد هذه، لأن احنا توا محتاجين برشا الأخلاق الرسول، سورتو فهالابتلاء اللي جانا، سورتو فهالمحاين اللي قاعدة تجي. السيرة النبوية من شأنها أنا نربط معاك ونتفاعل معاك، أنت ربطت بالكورونا مدام فاطمة. احنا ما أحوجنا بالحق للعودة لمكارم الأخلاق والأخلاق سيد الأنبل خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أنت ربطت بالكورونا، أنا نربط بممارسات أخرى سلبية بشعة فيها الغش، فيها التونسي اللي يغش تونسي، يغش جاره، يغش الحريف نتاعو، معناها برشا الحقيقة تجاذبات، برشا ممارسات، برشا سلوكيات لا ترتقي لأخلاق رسولنا. هي لا ترتقي للإنسانية قبل كل شيء، ما نخلطوش الأخلاق رسول الله اللي هي سامية، اللي هي معناها من اللي هي لو كان نقتديه بالسنة النبوية صدقني حياتنا باش تكون ممتعة، غادي من الممتعة. احنا معناتها نحكيه توا حتى على الإساءات، على الإساءات رسولنا الكريم معناها غفر معناها للمسيئين، يلزمنا نتجاهلوا ساعة، من ما نركزوش مع كل حاجة تسئلنا. قيمة التسامح، قيمة التسامح قيمة كبيرة ياسر، ونتجاهلوا باش الحاجة ما تاخذش قيمة أكثر من قيمتها. الرسول تجاهل والرسول سامح صلى الله عليه وسلم، كي تخلى المكة قال اذهبوا فأنتم طلقاء للي أسأله على الميادين الكل. وأحنا لهنا إذا كان محبتنا لبعضنا ما نلقاوهاش، وما نلقاوش رحمتنا ببعضنا، وإذا كان معناتها الغلاء في الأسعار والغش كما تحكي، وما فماش رحمة وما فماش تسامح، وننتظروا في رحمة جينا من عند المولى عز وجل، هوني فما تناقض في تركيبة الإنسان الحقيقة. ولو أنه لا نقنت من رحمة المولى، هي موجودة أكيد، هي موجودة، وأحنا التوانسة رانا حنين برشا وفينا الرحمة. أحنا التوانسة اللي حتى الهيشة نوكلوها قدام الباب، معناها بقطع النظر على اللي معناها عنده ولا اللي ما عندوش، ما هيش معناتها مرتبطة بالوفرة ولا بالثراء. اي نسمع فيك مدام فاطمه. دونك هذا هو، احنا اليوم حابين نربطوا الذكرى هذه واحيائها بانه عوده للاصل، عوده للجوهر الذكرى هذه، والمفروض انه تحيي في نفوسنا هالاخلاق هذه الكل، والعالم هذا اللي كنا نحكيه عالم روحاني نحكيه عليه، عالم روحاني وارتقاء للروح وللنفس وللذات البشريه ككل. اذا الانسان ينظر برحمه لاخيه الانسان، اذا الانسان يعفو ويسامح ولو عنده المقدره باش انتقام ولا حاجه، لانه الرسول عافية على اللي يقدر كونه يرجع لهم اساءتهم. هذه المسامحه الحقيقيه، وهذه معناها ما فماش مغالاه في الحياه، وفما يد نتاع رحمه، معناها مش حتى اللي عنده يعطي اللي ما عندوش، حتى الكلمه الطيبه صدقه. أي. حتى الابتسامه في حق اخوك المسلم زاد صدقه، وحتى هو مش كان اللي عنده يعطي، احنا نقولوا ديما جاد الفقير بما عنده، يعني نجم نكون جاد كريم بما عنده، كريم هو الفقير في دو فيرسيون، دونك باللي عندي، يعني حتى القليل اللي عندي نجم نتقاسمه مع جاري إذا كان ما عندوش. هذا هو ولا دونك هذا هو في صميم زاد الأخلاق، هو العائلة، هو كل شيء. هي فرصة حتى مع الناس في المناسبة هذه باش تكون مناسبة معناها استثنائية شوية مع الناس، معناها الـ 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 الإمكانية باش نتزاوروا، ولا العادات نتاعنا نتاع التوانسة اللي باش. هو خاص شوية مدام فاطمة السنة، خلينا نعرجوا بهذه نختم معاك. حرجة السنة في ظرفية حرجة ودقيقة، التزاور اللي هو زاد من قيم الدين الإسلامي الحنيف نتاعنا، السنة في ظرفية خاصة، التوانسة ماهوش باش يخرجوا، ربما مانيش باش نقدروا نضاو ومن عسيدة نتاعنا باش نمشي ونطلوا على كبارنا على والدينا، ولكن هذا محمود أيضا إذا كان نحب نحافظوا عليه للحماية. أكيد أكيد اللي إذا كان نحب أحبابنا ونحبوهم في خير ونحبوهم في عافية وفي صحة جيدة، يلزمنا نحافظوا عليهم، نتحملوا. المحبة ديما في القلوب، المحبة تنير القلوب وتستشرف العقول، اللي إذا كان أنت تحب تودوا وتنجم تودوا حتى من غير ما تمشي له ولا تقابله. صحيح،
صحيح. انا باش نكتفي بهذه، باش نقول لك بارك الله فيك على اختيار الموضوع، وكنت سعيده لما اقترحته عليا واحنا نحضروا في الحلقه هذه. جميل برشا انه نذكر الناس، ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. جميل برشا انه نرجعوا للاصول نتاعنا، للاخلاق الحميده نتاعنا، مكارم الاخلاق اللي نلقاوها عند نبي الامه. شكرا لك مدام فاطمه، نورتنا اليوم، وان شاء الله مولدك مبروك بالمسبقه. انت زيدة وكل الساده المشاهدين، وهذه مدرسه المدارس، مدرسه الرسول الكريم. ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير. امين، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير، وان شاء الله ربي لا يقطع لنا عادك، خاصه كي تكون عاده حميده ومحموده كيف ما ذكرى المولد النبوي الشريف. نمشي في اول النقاط الخارجيه نتاعنا، زميلتي حنان القاسمي مباشره من اريانا، تحديدا من سوق حي النور، حاضره معنا باش تعطينا اخر الارقام والاسعار. صباح النور حنان. صباح الخير إيناس، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا وكل من قاعد يتبع فينا على القناة الأولى في صباحكم تونسي. دائما المواكبات خارجية تكون حاضرة في برنامجنا. اليوم اخترنا باش نمشيو يعني في بوان مارشي، نكونوا حاضرين في سوق حي النور أريانا. كان تبعتوا كنا الأسبوع الفارط في السوق البلدي الحمامات، المرة هذه قلنا نعملوا جولة في سوق أريانا، وباش نبداو على بركة الله مع نعرفوا توا وقتها الدقلة، وخاصة السنة صابة ما شاء الله في الجنوب التونسي. الدقلة اليوم في سوق حي النور أرينا ب 8500، عندنا الجاس الكيلو ب 4500، كيلو التفاح بين 3000 يوصل حتى لل 4500، الرمان اليوم ب 1600، الميدالينا توا يعني بديت في يعني نقولوا كاسحه شويه يعني 4000، خاطر مازلنا في اول السيزون، مازلت يعني ما ربحتش اكثر. نمشيو للعنب، فما العنب الاخضر والعنب الاكحل. بالنسبه للعنب الاكحل والعنب الاخضر يعني نفس السوم من القاوزوم في سوق ارينا ب 4000. الرمان موجود ومازال هاو نلقاوها قدامنا، هاو قاعدين نشوفوا فيه كيلو الرمان ب 1600. السفرجل السنه ما لاحظناش كونه فما برشا سفرجل، لكن هاو في سوق ارينا شفنا شويه كميه. صباح الخير، قداش كيلو سفرجل؟ ما ريناش برشا سنين سفرجل، يقولوا قويل الرمان قويل السفرجل يعني سنين، لكن ما ريناهمش متواجدين في الاسواق. مازال داخلين على نوفمبر ليه؟ مازال مازال عاطيك بيه. البنان قداش اليوم؟ 3800. تو فما اقبال هوني في سوق حي النور، خاطر نعرفوا فما مارشي كبير، لكن احنا قلنا هذيك عنده يعني برشا ناس تمشي له، خلي ما نهضموش حق السوق هذا. فما اقبال هوني ولا علاش زعما؟ منيش؟ هو قريب من المحطة يعني ترمينيس شفناه والكل، يعني موقع باهي ليه؟ إيه موقع باهي، فماك باركين. باهي نمشيو به. من الخضرة نمشيو شوية للغلة، الغلة الغلة اللي في النهارين الأخرينين فما شفنا تشكيل فما يعني انه غلاء في الاسعار. هذا نص دينار، ثلاثه ما عاد نص دينار، هذه نسبه الزوالي، هذه نسبه بول عيله. ها قال لكم نسبه الزوالي، هذا ما عاد نص دينار، ثلاثه سلك بدينار. 850 اللتي، 850 البجل. كل يوم الاسوام هذه هكا؟ اسهل المواطنين. يا باهي نحبوا اسوام المواطنين. حاجه ما تحبش تحكي بيسيش حاجه ميسيش بي. عنا البيدنجيل ها هوني شوفوه يبنن يعني نعرفوه في سلطه المشويه نتاعنا 1800. عنا الخيار ب 2200، البراسيا هي ب 2850، ربطة اللفت اليوم ب 1400. شو مدام البراسيا نوريك بالبيكيتونس. اه؟ نوريك اللي انا فيها قداش فيها؟ نوريك اللي هي فيها ما فيهاش برشا فلوس، براسيا غالية. 800 وينو كيتونس هي؟ ميسيل صادق 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 ميسيل ميسيل، احنا جولة جست باش نعطيو فكرة على الأسعار. وأنا نعطيك الحقيقة. واضح واحنا متأكدين اللي قاعد تحكي فيه الكل حقيقة. هاو عندنا احنا البتراب 3500 به، البصل هو النسبة هذه تبعته به، وعندنا اليتي ب 850، وعندنا البجل زايدة هاو بجنبنا 850 يعني ب 850 بتبيع. السبريخ 3 بلفين. السبريخ 3 بلفين به، عندنا البسباس ربطة البسباس. قاعد يخدم بلفين السبريخ. اي بلفين. قاعد يخدم بالربطة. شكرا ليك شكرا ليك يعطيك الصحة. البطاطا اليوم في سوق حي النور ب 11100، وعندنا القراع الاحمر بدينار، الطماطم ب 2800، ونفس السوم بالنسبه للفلفل زيد اليوم في سوق ريانا ب 2800. هاو قاعدين تشوفوا في بتبيع البطاطا اللي يحكينا عليه الكل يعني موجود. الاسعار هيك قدامكم، نمشيو شويه للفاحات كان يسمع.
ميلي علي. هاو شويه هوني لفاحات به. عنا كيلو الفول 6500، عنا الفول المقشر زي ب 4500، الفول العادي نفس السوم 4500، بالنسبة للعدس 5500، الحليلم هي موجودة وحاضرة توا وقيتها في 6000 الكيلو. عنا الكليل زيد 3500 بالنسبة للكليل. الملسوقة هي حاضرة اليوم في المارشي، الملسوقة بدينار، الثوم ب 7500، البرغل ب 600 فرنك يعني ل 100 جرام. بالنسبه للفلفل الزينه قالت لي الحاجه فلفل زينه ديري ديري مخدوم في الدار ب 1500 هكا ولا حاجه. صباح الخير الحاجه حاشم، ما حبش تحكي معنا. نواصلوا جولتنا هوني في سوق حي النور في اريانا. لاحظنا فما حاجه طريفه اليوم ومزيانه وحلوه في سوق حي النور. هاو باش نمشيو بحذايا السيد، انه فما مكان مخصص باش يقوموا به بال يعني يشوي فيه السلطه المشويه، ايضا يشوي فيه الحوت، يجيبوا له يعني الخضره والغله من الدار والا من المارشي. حاجه عجبتنا برشا ولفتت انتباهنا. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا بالوطنيه الاولى. يعيشك. توقف لي بالنسبه للسلطه المشويه، فما شكون يجيو كل يوم هكا يعني يجيبوا لك الخضره من ديارهم تشوي لهم؟ وفما هوني زاد يقضيو من المارشي. كيفاش نجمو توا نقولوا احنا النساء اللي يخدموا توا وشويه دليل ما عاد شكل شويه في الدار وتعب رواحنا كل شيء نحبوا حاضر. جي تعملي تليفون انت ناخذ لها انا شنو كنت حاجتها بها نشويها لها، جي ماضي ساعه ولا ساعتين تاخذ في سلعتها. انت تجيب لي معونها الصباح وانت وانا نعبي لها سلعتها وانت تهزها. قديش توا هي حاضره؟ قلت لي انا نشويها ونقشرها ونقصها. قديش؟ صحن 2500. صحن 2500 كتب. خضره غاليه فهمتي توا. انت ترفق بهم تقول انت خضره غاليه، انا كي نشوي لهم ونحضر. معناها انت تكلف دوبها دوبها معناها. قلت لي فما شكون يوميا؟ فما شكون يوميا يجي فهمتي نصف النهار يروح ماضي ساعه معايا. فهمتي يهز سلطه شويه، فما شكون حتى يبعث لولاده لفرنسا. فهمتي يهز كونتيتي كبيره. يا خويا هي اللي قبل نهارين وثلاثه نحضرها له نهار فهمتي يهزها يعلبها ويبعثها لفرنسا لولاده. وشفنا زيد الحم كذلك. الستيك هذايا اللي طاوا بحذانا باش يفطروا لولاده. هاي صح اليوم وبشفي. زيد قلت لي الحوت ياخذوها 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 ياخذوها. قلت لي ما تعمل دوره المراه تجي تلقى حوتها مش بحاضر، منظف مش بحاضر. منظف مش بحاضر. ان شاء الله ربي يجيب لك الحسن في عونك. نكملوا جولتنا اليوم احنا في سوق حي النور ارينا مع شويه حوت وشويه دجاج. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. لاحظنا في سوق حي النور ارينا ما فماش برشا اختيار، يعني فماش برشا شوا في الحوت، لقينا كاين زوز انواع. حوت نار ربنا ما ياكلوش الحوت يشوفوا برك. التريليا اليوم ب 11600 كيلو. والورقه 14600. ربي يعاونك. شكون مازال ياكل الحوت؟ اللحم والحوت ما يتاكلوش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا متفائلين ان شاء الله يعني الاسوام يعني تيح شويه ويكون فما شويه رفق بالزوالي والناس كلها كيكا تاكل. صباح الخير. هاو باش نختموا جولتنا اليوم في حي النور اريانا مع اليوم كيلو اريانا ب 7000، اسكالوب ب 10700، البلون بولي 9500، عندنا الكويس دان 7100، ستيك ب 9400، البلاكيت دان 6400. هذه انا شويه. صباح الخير. هاي شنو فما اقبال فما دجاج هكا فرش هكا؟ والله نحن عندنا كليونات هنا موجوده عندنا في الخدمه. الدجاج فرش حاجه باهيه ديما عندنا عليها تلقى، وعندنا سوان باهيه زاد يعني على ذاك تلقى ديما عندنا كليونات. نعيش. ربي يجيب لك القصه. شفنا حاره العظام ب 800 او فما العظام الكل، اما مش هكا محطوطه شويه. علاش محطوطه غاديكا يعني ما تكونش هكا في مكان ليه؟ والله من غاديكا عندهم تقول انت قولي لهم حريه الاختيار. هاكا اي هاكا العظام نشوفوها. باهي
تقريبا هذه فكرة عن مختلف الأسعار هوني الموجودة في سوق حي النور في أرينا. تقريبا أوك أنتم إذا كان في دياركم خذوا فكرة على الأسعار وتقارنوا بين الأسعار اللي متواجدة بحذيكم والأسعار اللي موجودة اليوم في حي النور أرينا. وإذا كان الأسعار ساعدتكم تنجموا بطبيعة تتنقلوا وتجيو تقضيوا. أحنا يناس في كل أسبوع باش نحاولوا ما نظلموا حتى سوق نتنقلوا في جهاتنا وفي برشا أسواق في تونس. شكرا لك حنان. هذه هي ختام جولتنا بالنسبة لليوم من سوق حي النور أريانا. عودة لك إيناس، أنت وضيوفك في استوديو مؤسسة التلفزة التونسية. شكرا لك حنان القاسمي. هذه الدورة تقريبا اللي يعملوها برشا نساء ولا رجال في التوقيت هذايا، يهزوا القفة ويمشي ويقضيوا. دونك فكرة على الأسعار كل مرة تلقاوها معنا مع حنان القاسمي. نمشيو للشيف طول بعد القفة أكيد باش نمشيو للكوجينة معك الشيف. وين وصلنا؟ مازلنا ما بديناش خاطر باش نوريو السادة المشاهدين كيفاش باش نحضروا العصيدة. راح نحبوا نحكيو شوية على العادات والتقاليد نتاع ولاية القروان، خاصة اني من القروان ماكم تعرفوا. نحب نحكي لكم على التحضيرات معناتها كيفاش الناس قبل. نحبوا نحكيو على أيام الزمن الجميل وقت اللي كانت الناس عاملة كيف، وخاصة ربيتوا البيوت ديما في الدار الأغلبية مش كيما توا. الناس الكل تتخادم وتجري وتطلعت ويحاولوا يشريوا فك الزقوق معناتها حاضر أصفار معناتها الزقوق هذاك باهي مش باهي. كانوا قبل يشريوا الزقوق قبل تقريب جمعة ويحضروه. معناتها كانت الجدة كانوا معناتها يسكنوا في الدار العربي، يسكنوا فيها معناتها عائلة موسعة معناتها الجدة ومعها يعني أولادها يظليوا معارسين ومعها كناينها في الدار. تاخذك الزقوق وزوز كيلو وتقسم لهم ويجيو العشية تقول لهم هاي كل واحدة تعطيها البار نتاعها وتقول هاي باش تنقي الزقوق. يقعدوا في السقيفة وكل واحدة ماك الكنين يظليوا خايفين منها هكا يرعشوا. كل واحدة ظلي هكا تخاف معناتها باش ما تخليش قزة ولا حاجة تقعد فك الزقوق خاطر هي بعد مش تحاسبهم. ويقعدوا يعملوا كيفك العشية الكل وينقيوها كزقوق بالكعبة بالكعبة. ومن بعد يعني الجدة تاخذ كزقوق هذاك ومن بعد تحط عليه الماء معناتها نقولوا احنا بلغتنا الدارجة تسوموا يعني تسوموا بالبهي وتنحي كريتة من فوق معناتها كل الاتربة والكل تتنحى. ومن بعد ينشروا ملحفة في الصدار نقولوا احنا الصدار بطبيعة القروان معروفة بالديار العربي وظل المزير الزديرة وخاصة في القائلة معناتها يفرشوا الملحفة ويحطوا عليها كزقوق هذاك ويخلي وهي يشيح معناتها يقعد تقريبا 3-4 ايام في الحراره معناتها في الشمس ويظلوا يتفقدوا فيه دو طون زون طون. معناتها كل وحده اللي يظل فاضي يمشي هكا يحركوا شويه باش يشيح بكله ويتجمر بالباهي. ما كانش فما فور وكيما توا ولاو يجمروا شويه كان بالسخانه نتاع الشمس وخاصه ما القروان سخونه معناتها كزقوق وهذاك ينضاج بالسخانه. ومن بعد ما كانش كيما توا هز معناتها يرحيو معناتها عند الرحي والا يرحيو بالمكسير. كانت قبل الجده العشيه تعشي وهي تشد البهريز وتظل انا تدخل عليه تهرسوا بالباهي بالباهي بالباهي. ومن بعد يصفيوه ويخليوه معناتها تقريب ساعتين. احنا ذكرنا بالعادات نتاع قبل، اما بالنسبه لنا احنا مش يرحيوه خاطر توا ما تعرفوا عصر السرعه ولا برحات الحمل. المراه مثلا في الليل تجي تتكى على الزوج نتاعها تقول له انت الباي نتاعك باش ترحي لي كزقوقو. مكنوا العشية تقولوا ارحيه ارحيه 7 مرات معناتها يلزم يترحيه 7 مرات بشكل الزقوق يظلي ارطب. ومن بعد نصفيه. احنا بالنسبة لي انا رحيته ديجا الزقوق 7 مرات ما تاخذين الزقوق معناتها كعب ورحيناه جمرته شوية في الفور شوية تقريب باش يجي غامق شوية معناتها الزقوق. ومن بعد خلطته معناتها بالماء. نعاود نذكركم بالمقادير نتاع العصيدة نتاعنا. احنا مش نعملوا رطل الزقوق. بالنسبة لرطل الزقوق مش ياخذوا 300 غرام فارينة تقريب 250 غرام سكر. كل حد حسب الرغبة نتاع الحلاوة نتاعو كل حد شنو يحب هو ينجم ينقص ينجم أزيد. إذا مش تعملوا معناتها حليب نستلي تحاولوا معناتها ما تحطوش برشا سكر. احنا السكر باش نضيفوه في الاخر ما يتحطش من الاول. في الاخر وقت اللي العصيده نقولوا احنا تبدا تطيب وتخثير مش يعني تخثير بالبيه يظل يتعامل فك القضيه باش نقولوا احنا بلغتنا الدارجه نحكيو باللغه معناتها ما نقعدش نحكيو في مصطلحات نحكيو بالفلاقي نقولوا احنا ظل يترشق يعني العصيده الترشق يعني كيلو بينه معناتها ظل يترشق وظل تعمل فك القبابش معناتها راهي العصيده طابت. كل الوقت هذاك نظليو احنا نضيفوا لها شويه بشويه السكر هي العصيده تبدا تغميق وتعطي اللون نتاعها اكل على النوار معناتها تظل كحله معناتها شويه هذيك العصيده راهي طابت. وبالطبيعه احنا كيفاش نجيو نشوفوا العصيده طابت ولا معناتها نقولوا احنا جاريه يابسه نحطوا شويه معناتها في صحفه صغيره ونحطوها في الثلاجه. من بعد نخرجوها كان العصيدة نتاعنا معناتها باهية معناتها مش طرية مش يابسة راهي صافا. إذا لقيتوها يابسة برشا تنجموا تضيفوا لها شوية أكل معناتها العجينة هذيا اللي فضلت تضيفوا لها شوية ماء يعني كما قاعدين تشاهدوا
يعني الجريشه هذيك نتاع الزقوق والقصور نتاعها نعاود نصفيو منها شويه ماء ونخليوها على جنب ونضيفوها باش العصيده نتاعنا تولي طريه. كان جات هي جاريه نجمو نزيدو شويه فرينه في الماء ونخلطوها ونصبوها لها في البارد ونصبوها على العصيده هذيك باش هي تعقد. هذه لاستيوس معناتها نتاع العصيده. فما حاجه اخرى نحب نقولها لكم معناتها نصيحه لربات البيوت بيسك احنا نحضروها بسرعه مش كيما قبل ما يخلطوش الماء كله يصبوا يحطوا شويه ماء في الفرينه ويبداوا يعصدوا فيها ويبداوا بشويه ويضيفوا في الماء بشويه يضيفوا في الماء لين العصيده معناتها تطيب في حقها وفي راحتها. معناتها يظلوا مثلا المراه الكبيره كان تتعصد معناتها على حطب تحط معناتها النحاسه والا تحط كروانه. معناتها احنا عندنا كراون غارقين نطيبوا في النحاس بالطبيعه في القروان كروانه تظلي غارقه نقولوا كروانه عندها حيط فيها حيط يعني الحيط هذاك شنو كل جنب نتاعها تظلي غارقه وتظلي تعصد فيها باش ترطاب وتظلي تضيف بشويه في الماء وتخرب تهبطها من على النار وتعصد تحطها هكا بين ساقيها وتظلي تنزل عليها لين تطيب كل عصيده في حقها وريحتها تفوح وتجي عصيده تعمل 66 كيف. بالنسبه للعصيده نتاعنا اليوم اني يعني خلطت تقريب معناتها إترتين ماء 300 غرام رطل زقوقو يعني إترتين ماء رطل زقوقو معناتها مرحي ضفت لهم معناتها إترتين ماء وتوا مش نطيبها مش نوريكم الطريقة مش نحط الفرينة. خذيت شوية من الماء اللي خلطته بالزقوقو بالطبيعة وصفيته بالصفية وقال لي يتصفى بغربال الشعر وكانوا قبل زادة معناتها احنا نقولوا ديما نحبوا نحكيوا على لي تراديسيون معناتها خاطر ذي الكل هالجديد الكل الناس الكل يعملوا فيه وموجود على المواقع الاجتماعيه وفيسبوك الكل. كانوا قبل كولون الكلسيطه اللي تلبسها المراه هذيك تكون جديده نظيفه يحطوا فيها اكل الزقوق هذاك ويصفيوها بالكلسيطه باش تجي العصيده رطبه ليس 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 بالكدا. وتوا بالطبيعه تطورت الامور ولاوا يغربوا لها بغربال الشعر ويصفيوها. حبيت نقول لكم والا ساعات مثلا يعملوها بالكومبريس الكومبريس هذاك نتاع الفارماسي بالطبيعه اني باش نشعل الغاز نتاعي ونحاول معناتها نخلط الفرينه نخلطها في شويه ماء معناتها في التقريب الثلث نتاع الماء هذاك نخلطها بالطريقه هذيا لين معناتها تتحل بالباهي بالباهي بالباهي. نحب نعطيكم استيس خاطر احنا مش نطيبوها بسرعه معناتها مشنا الفرينه نعرجوها شويه على الغاز دوب ما نعرجوها من غير ما نحرقوها باش تجي العصيده غامقه شويه معناتها نعرجوها شويه مش برشا ومن بعد نطيبوها. هذه استيس باش نقولوا احنا خاطر برشا ناس يتقلقوا تو يقول لك معناتها العصيده كليتها تقلقت معدتي عندي نفخ كذا نحاولوا احنا الفرينه باش نعرجوها شويه باش بعد ما تقلقش. كذلك كيما الصغيرات قبل كانوا يعملوا لهم الحريره مثلا يطيبوا الحريره يشدوا هكا شويه فرينه ويعرجوها ومن بعد يطيبوها لهم على الغاز وبعد يضيفوا لها شويه زيت زيتون. هذا هو تو باش نصب الخليط نتاعي ونبدا نحضر العصيده نتاعي. نحبوا نحكي شويه زاد على العصيده سيدني دي هي العصيده نتاع الرسول عليه الصلاه والسلام. هي العصيده متكونه من الفرينه كانوا قبل يعملوا معناتها عصيده فرينه يطيبوها من غير ما كانش هالزقوق وهالامور هذه كان يطيبوا عصيده فرينه والا عصيده سميد ارطب ومن بعد يزينوها بشويه زبده يحطوا شويه عسل شويه دقله شويه تمر يعملوا زاد شويه بسيس قمح اللي ما عندوش عسل ينجم يعمل شويه سكر ويقدموها. احنا عندنا في القروين من العادات القيروانيه معناتها كانوا قبل الناس المتيسرين اللي لاباس عليهم معناتها امورهم متيسره يطيبوا العصيده على الصباح ويهزوها للكتاتيب. الكتاتيب هذوما هما للكتاب اللي يحفظوا فيها القران يهزوا لك الصغيرات الصباح شويه عصيده يهزوا للسيد الصحبي معناتها يهزوا الجامع الكبير. هذه بالنسبه للعادات. نقول لك يعطيك الصحه شيف صحتينا صحه لولانيه على الدباره نتاع اليوم اللي تخلي الناس قبل ب 48 ساعه يحفقوا اللي ما يعرفش يطيبها يولي يعرف يطيبها وعطيتنا لي زاستوس ويعطيك الصحه الثانيه على هالجوله اللي عملتها لنا في العادات الزمنيه القديمه الخاصه بالقيروان اللي نعرفوا سنة طبعا الاحتفائي للاسف باش يغيب مره اخرى على خاطر عندنا هالوباء ان شاء الله ربي يرفعوا علينا. دونك نكتفي بالقدر هذايا ونرجع لكم بعد شيف. قبل ما يبداو العصيده كانت الام الكبيره باش تنزل البركه بك تعرف العائله موسعه وبرشا
تسمي بسم الله، معناتها يلزم الواحد كي يبدا يسمي بسم الله وتقول بسم الله ياكل منه الصغير اللي بكى والضيف اللي جاء والقطوس اللي عوى، وتقرا عليها سوره قريش باش تنزل البركه فك العصيده هذيك وتزدي الناس الكل، تزدي الصغيرات وتزدي الضيوف، خاطر احنا ما تعرف القروان نستضيفوا العائلات من كل انحاء الجمهوريه باهي برشا يا باشا، ونضيفوهم معناتها مجانا ويجيب تحذينا في الديار باش تملها عليا من بعد ما نخرجوا جينيريك نهائي، تقرا سوره قريش تقرا سوره قريش باش تنزل البركه فك الماكله هذيك الكل. باهي سيدي يعطيك صحه، شكرا ليك مره اخرى. دونك نقعدوا نحركوا في العصيده نتاعنا على نار هاديه وبعد باش نشوفوا النتيجه النهائيه. احنا باش نمشيو في الاثنافين، باش نمشيو الحسام السامي الساحلي الفنان التشكيلي العابر للحدود، خليني نقول باعتبار وانه تحصل على جوائز عالميه وصلت حتى لامريكا. هذا سامي نتعرفوا عليه ونقولوا له برافو من صباحكم تونسي.